وخلاص الموسم الدراسي الجديد بيبتدي على الأبواب. كل سنة وحضراتكم طيبين إن شاء الله، يعني موسم دراسي موفق للجميع. وبالمناسبة دي خلينا نتكلم عن المناهج وتطوير اللي حصل في المناهج. وفي موضوع مهم نتكلم عنه، في الحقيقة سابقة تستحق التقدير والإشادة والتحية، حصلت في تطوير المناهج وعملت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين ناس معجبة جدا من اللي حصل، ما بين ناس اتكلمت عن يمكن خطأ في هذا التحديث اللي حصل في المنهج. خلينا ندخل في الموضوع وأقول لكم إن وزارة التربية والتعليم أضافت صورة الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح طبعا، وبعض المعلومات عنها في المناهج الدراسية في سنة 6 ابتدائي، وتحديدا ده كان في كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح. الوزارة وضحت في بيان ليها علشان ترد على الأصوات اللي كانت بتتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي ليه اخترتوا الفنانة القديرة سميحة أيوب إنها تكون نماذج من الشخصيات المصرية اللي ليهم دور وتاريخ كبير موجود في المناهج المصرية. هم قالوا إن الأمر ده مش جديد على المقررات الدراسية، وإنه ده أمر موجود بالفعل، وإنه هي يعني تستحق ده بكل تأكيد. هنشوف مع حضراتكم الموضوع ده دلوقتي. معانا مداخلة على التليفون الناقد الفني مصطفى الكيلاني. مساء الخير عليك، وإزاي شايف قيمة يعني وجود الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح طبعا داخل كتب سنة 6 ابتدائي في مادة المهارات، وإزاي الطلبة ممكن يستفيدوا بهذا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. أستاذة هدير، المسرح هو أبو الفنون، والأستاذ محمود حميدة كان ليه جملة شهيرة جدا بيقول إنه بلد بلا مسرح بلد بلا هوية. فالمسرح جزء من هوية المصريين. المصريين طول الوقت بتوع فنون الفرجة، من أيام شاعر الربابة للأراجوز لفنون الدمى والعرائس، دي كلها اختراعات مصرية. فلما يكون في مصر طفرة مسرحية كبيرة، ده يعني جزء من مش حاجة عجيبة على مصر وعلى المصريين. ولما يكون في مصر سيدة المسرح العربي سيدة سميحة أيوب موجودة على في أحد المناهج الدراسية، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا. تخيلي حضرتك انه بلد فيها رموز بعدد شعر راسنا، واحنا ما نحتفيش بيهم علشان ناس على السوشيال ميديا، ولا ناس ولا قوى ظلاميه موجوده حوالينا مش عايزانا نفتكر رموزنا، ومش عايزه الاطفال والناس يتربوا على هويتهم المصريه وفنونهم، ويتربوا على ان البلد دي في كل شبر فيها طلع منها حد عظيم. يعني فعليا احنا في ازمه كبيره قوي، ولازم نبدا نشتغل عليها، لانه الظلميين قدروا يلعبوا شويه في هويتنا كمصريين. تخيلي انه مثلا لو خبر انه فنان مصري في الستينات كان بيدرس في المدارس، ده كان هيبقى خبر عادي جدا جدا. لكن احنا دلوقتي تخيلت 2023 واحنا دول حوالينا ما كانش فيه، ما كناش نتوقع انها تطلع من الظلاميه، دلوقتي بتدرس المسرح في المدارس. وعودة المسرح للمدارس ده نداء بيوت كتير جدا. احنا بنبقى عايزين الطلبة يروحوا المدرسة يتنفسوا، يروحوا المدرسة يبدعوا، لان هو مش رايح يتعلم بس، جزء من التعليم انه هو يعني يبقى عنده موهبة، ويكون المدرسة ده مكان ومتنفس ليه انه يخرج الموهبة دي، ولما يجي يتعلم من مدام سميحة أيوب، يشوف اللغة العربية وإتقانها للغة العربية والمسلسلات الإذاعية، لما يعرض ده داخل المدارس يعني إيه ده ممكن ما يعجبش حد. يا فندم، جزء من التعليم هو فتح مساحة للخيال، لأنه ما فيش ابتكار من غير خيال، ما فيش ابتكار علمي جديد صحيح. من غير خيال، ما فيش ابتكار ثقافي من غير خيال، ما فيش دولة بتتقدم من غير خيال.
هو احنا مثلا بره بيتعاملوا عليه مع الكاتب جولي فيرن على انه شخص عظيم جدا، وهو رغم ان كانت كتاباته للاطفال وكتاباته بسيطه قوي، بس لانه خياله هو اللي عمل له 20,000 فرسخ تحت الماء ورحله الى القمر والحاجات دي. ما دي كتابات جولي فيرن اللي خلق الراجل طول الوقت كان بيتكلم على افكار اتنفذت بعدين، فبقى عندنا غواصه وبقى عندنا صاروخ بيطلع القمر، وقبل الراجل متكلم عليه قبلها ب 200 سنه. فالخيال هو اساس اي ابداع واي ابتكار، واي نظام تعليمي لا يسمح للطفل بفتح مجالات لخياله هو نظام تعليمي فاشل. فتخيلي حضرتك ان احنا بقى عندنا نظام تعليمي النهارده بيدي فرص للاطفال، واولا بيخليهم يشغلوا دماغهم ويخليهم يبتكروا اسئلته، اسئله احنا طول الناس عماله تشتكي من الاسئله، الاسئله من بره المنهج، هو اصلا ما فيش حاجه اسمها منهج. في حاجه دلوقتي ان الطفل بيراكم علم وبيراكم افكار، فلما اديله سؤال ملتوي شويه لازم يشغل دماغه ولازم يشغل خياله. هو النهارده مش بيحفظ ويجي اخر السنه والاخر الترم يحط اللي حفظه على الورقه وينساه بعد كده.